الظهيرة من الميادين، السلام عليكم وإلى عناوينها. روحاني يؤكد من شنغهاي أن الغارات الجوية لا تحل مشكلة الإرهاب، وبوتين يؤكد السعي إلى رفع فعالية المنظمة. وحيثما كانت يعني لهذه المعسكرات التدريب فالنتيجة واحدة، وهي وجود إرهابيين وتمرير إرهابيين وتمويل وتسليح إرهابيين. بثينة شعبان تؤكد للميادين أن دمشق ستواجه من يعتدي عليها، وتقول أن معسكرات تدريب المسلحين ستنتقل من تركيا إلى السعودية. الجيش السوري يستعيد السيطرة التامة على حلفية في ريف حماس الشمالي. الرئيس الفرنسي يؤكد من بغداد دعم الحكومة العراقية، وواشنطن تقول إنها ستنشر طائرات حربية في إربيل لمهاجمة داعش. لا ممكن نقبل، ما بنسمع لدينا يا أخي، نحن مسامحين الكل، الجهود موجودين عندنا، مين طلع اليهود من لبنان وسوريا؟ مين طلعوا؟ مين طلع اليهود من العراق من بغداد 1970؟ في مؤتمر الدفاع عن مسيحيي الشرق في واشنطن، البطريرك لحام يتصدى لدعوة سيناتور أمريكي المسيحيين إلى التحالف مع إسرائيل. الحدث الدولي اليوم كان من طاجكستان، حيث بدأت قمة شنغهاي الموسعة على وقع مواقف عديدة للزعماء المشاركين فيها، لا سيما للرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي لفت إلى تزايد التهديدات في العالم. وقد دعا إعلان شنغهاي إلى تسوية الأزمة السورية بالطرق السياسية والدبلوماسية عن طريق الحوار الداخلي الشامل واحترام سيادة سوريا. وفي دمشق وقع الجيش الحر وتنظيم داعش في حي الحجر الأسود جنوب العاصمة اتفاقا لوقف القتال الدائر بينهما. وبحسب المرصد السوري فقد تضمن الاتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين واعتبار الجيش السوري العدو الأساسي لكل الأطراف، ونص أيضا على التزام عناصر الطرفين بوضعهم الميداني الحالي وتحديد الدخول والخروج بين المناطق المختلفة، وعدم اعتقال أي شخص إلا بعد الرجوع إلى قيادته، وعدم التكفير للمدنيين والعسكريين. نبدأ من التطورات الميدانية السورية، حيث استعاد الجيش السوري السيطرة التامة على مدينة حلفاية بريف حماس الشمالي. الضربات المباشرة للقوات السورية على تجمعات المسلحين أجبرتهم على الفرار نحو اللطامنة وخان شيخون. ننتقل مجددا إلى حلفاية التي استعاد الجيش السوري السيطرة عليها مع الزميلة أوغاريت دندش التي ستنضم إلينا من حلفاية مباشرة. أوغاريت. نعم تفضل. نعم علا. نعم علا، فعلا الجيش السوري منذ الصباح دخل إلى حلفاية، والأدق أنه منذ الأمس كانت مجموعة من القوى الأمنية مع الأهالي قد دخلت لتفقد ما إذا كانت المدينة أصبحت خالية من المسلحين. حلفاية في ريف حماة الشمالي اليوم أعلنت وعبر الميادين أيضا القائد العسكري في محافظة حماة، أعلن هذه المدينة مدينة آمنة، وبالتالي سيسمح تباعا للسكان بالعودة إلى هذه المدينة. الصورة كما هي في هذه المدينة الآن بعد أن دخلها الجيش السوري من محورين بالأمس من دون معارك، بالأمس كدخول لم يكن دون معارك، لكن المعارك استمرت منذ 25 يوما تقريبا، وبالتالي تمكن الجيش السوري من دخولها من محورين. تبدو آثار المعارك واضحة على الشوارع هنا، ولكن يعني يمكن القول إنها أقل دمارا من كثير من المناطق الأخرى. يبدو أن المسلحين في مرحلة معينة انسحبوا من
من المدينة قبل يعني لم مع انهيار أول خطوط الدفاع في المدينة، وبالتالي لم تحصل الاشتباكات في داخل المدينة بعد عملية التمهيد والاشتباكات التي حصلت على أطراف المدينة دخل الجيش السوري. الآن القوى الأمنية موجودة في هذه المدينة تعمل على التأكد من عدم وجود العبوات الناسفة والألغام في أنحاء المدينة للسماح للسكان. بعض الأشخاص عادوا إلى هذه المدينة لتفقد ممتلكاتهم، ولكن بشكل عام لم نرى سكان يقيمون في هذه المدينة. وفعلا كما كنا قد أشرنا بالأمس على أن المدنيين خرجوا من مدينة حلفاية، وبالتالي المدينة كانت خالية باستثناء المسلحين الذين بقوا فيها. كانت حلفاية تعتبر مركزا رئيسيا في هذه المنطقة، انطلقت منها العمليات العسكرية باتجاه العديد من المناطق. ساهم في استعادة الجيش السوري لحلفاية العملية العسكرية التي حصلت في أرزة وخطاب، تمكن بعدها الجيش السوري من التقدم من هذا المحور باتجاه المدينة من الجانب الجنوبي، من الجانب الغربي أيضا من محردة، بعد أن تمكن الدفاع الوطني في محردة من استعادة الجيش على مدخل المدينة، وبالتالي أمن دخول آخر للجيش من هذا المحور أيضا باتجاه حلفاية. العملية العسكرية كما أفاد القائد العسكري مستمرة في هذه المنطقة باتجاه المناطق الأخرى المحيطة. أهم معاقل المعارضة الموجودة أو المسلحين الموجودة في هذه المناطق هي في كفر زيتا وخان شيخون وفي مورك التي لا تزال المعارك هناك مستمرة فيها. يبدو أن العملية العسكرية مما لمسناه وما علمناه من معلومات أن العملية العسكرية مصرة على يعني إتمام مهمتها في ريف حماة الشمالي والذي يشهد اشتباكات كثيفة. منذ شهر تقريبا كانت الصورة مختلفة جدا في هذه المحافظة، كان المسلحون يعولون على عملية عسكرية تؤدي بهم إلى احتلال محردة وبالتالي التقدم باتجاه مطار حماة، وعندما وفي حال تقدمهم باتجاه المطار ومحاصرته وتمكنهم من الاستيلاء عليه كانوا بالتالي ستكون العملية أسهل باتجاه مدينة حماة وهي المدينة عاصمة المحافظة والمدينة الآمنة الآن في المحافظة. ما حصل هو عكس كل هذا. ما حصل هو أن الجيش السوري بعد أن استعاد القرى تقدم باتجاه أهداف لم تكن يعني ضمن يعني سيطرته سابقا خلال الأشهر الماضية، وبالتالي التقدم الآن انعكست الصورة في محافظة حماة والجيش يتقدم في أكثر من محور وفي أكثر من جهة والجبهة مستمرة. أريد أن أظهر بعض المشاهد يعني التي تشير إلى أن المدينة الآن خالية بشكل كامل من الحضور ومن السكان ومن المواطنين. المحال التجارية نشاهد بعض يعني المحال بفعل الانفجارات أو بفعل أي الأصوات أو التفجيرات التي حصلت، يعني هي متضررة ولكن هي لا تزال في أماكنها، يعني ما يدل على أنها كانت مقفلة حتى في أثناء العمليات العسكرية. هنا مكتبة حلفاية، بعض المباني التي يعني يظهر عليها آثار الضرب يبدو واضح أنها كانت مراكز أو معاقل استهدفت بشكل مباشر، منها بعض المباني في هذه الأحياء. هذا الحي يعتبر نسبيا شهد أضرار يعني شهد معارك، ولكن هناك أحياء أخرى لم تتضرر أبدا. يبدو أن المسلحين كانوا يتمركزون في بعض الأماكن في المدينة التي تشكل نقاط معينة، أما نقاط آمنة لتكون مراكز أساسية أو نقاط متقدمة على الأطراف لتكون خط دفاع أول. إذن هذه هي الصورة في حلفاية. نحن طبعا سنواصل جولتنا في حماة لنواكب العمليات العسكرية ونكون طبعا في رسائل مقبلة من مناطق أخرى في مناطق تشهد اشتباكات أيضا في محافظة حماة. طيب أوغاريت، يعني دائما يكون السؤال بعد كل سيطرة للجيش السوري على واستعادة السيطرة على المناطق السورية، يكون السؤال ماذا بعد هذه المنطقة؟ أين ستكون المعارك؟ وأيضا يسأل عن الأهمية الاستراتيجية لهذه السيطرة، إذا أمكن أن نعود ونذكر بهذا الكلام لو سمحتي. طبعا الأهم في مسألة حلفاية هو متصل بمحردة تحديدا. محردة هي مدينة مؤيدة، يعني هناك قوات للجيش السوري وللدفاع الوطني في المدينة. هذه المدينة شهدت الكثير من الضغوط لاستيلاء المسلحين، يعني شكل المسلحون ضغطا كبيرا عليها. أهميتها أولا في محردة هناك تلة الدير كما تعرف في محردة، تلة عالية تشرف على معظم المناطق. الاستيلاء على هذه التلة سيؤمن تغطية نارية
بالسلاح الثقيل لمختلف الجهات، يعني من تلة الدير في محردة يمكن يعني إقامة قاعدة نارية ضخمة تستهدف الجهات الأربعة، وبالتالي من يستولي على هذه التلة سيكون لديه القدرة لاستهداف كافة المناطق المحيطة. أيضا محردة تقع على الطريق المؤدي إلى مطار حما، وبالتالي لو تمكنت القوات أو المسلحون المتواجدون في حلفاية من الوصول إلى محردة، بالتالي كانوا سيؤمنون طريق إلى مطار حما العسكري، هذا المطار الهام جدا والذي يعني يشكل قوة أساسية للجيش السوري في محافظة حما، وطبعا السلاح عليه يعني استيلاء الكثير من الذخيرة والقطع العسكرية. صحيح. وهذا ما لم يحصل. إذن من هذه هي نقطة حلفاية الأساسية. أما بالنسبة للعملية العسكرية هي في حلفاية، اليوم الجيش السوري بعد أن استولى على حلفاية يتقدم باتجاه قرى الريف الشمالي، أيضا في ريف حماة الشمالي. نعم. وصولا إلى محافظة إدلب، وبالتالي هذه المناطق وصولا إلى مورك، وموركا أصبح الاسم متداول في الإعلام، شهد الكثير من المعارك ولا تزال. وباتجاه خان شيخون وكفر زيتا، المعاقل الأساسية للمسلحين في ريف حماة، ليس فقط في هذه الفترة التي تقدمت فيها جبهة النصرة. نعم. ولكن منذ تقريبا عام تقريبا هذه المناطق هي معاقل للمسلحين. أوغاريت دندش مراسلة الميادين، كنت معنا من حلفاية في ريف حماة، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، وبطبيعة الحال سوف نكون معك فور ورود أي جديد. وبالعودة إلى الحدث في طاجكستان، فقد قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن من يعتقد أن القصف بالطائرات يمكن أن يحل مشكلة الإرهاب يحاول أن يهرب من مواجهة الحقيقة، وشدد على وجوب أن يكون هناك تعاون دولي على الصعيد السياسي والاقتصادي لمواجهة الإرهاب. إن من يعتقد أن القصف بالطائرات يمكن أن يحل مشكلة الإرهاب يحاول أن يهرب من مواجهة الحقيقة وتفكيره بسيط. مواجهة ثقافة الإرهاب وتطرفه يحتاج إلى إدراك سياسي واجتماعي على مستوى المنطقة. اليوم معظم دول هذه المنظمة والحاضرين هنا يعانون مشكلة التطرف والإرهاب بنسب متفاوتة، وهذا يستدعي التعاون المشترك بين هذه الدول على الصعيدين السياسي والاقتصادي وتبادل المعلومات الاستخباراتية في ظل دعم قادة هذه الدول لمواجهة خطر الإرهاب، وهذا هو الحل الوحيد لهذه الظاهرة. من جهته حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تزايد التهديدات في العالم والوضع الصعب، ودعا إلى تعزيز جهود التعاون مع الصين والجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى. وخلال قمة منظمة دول شنغهاي في دوشنبه دعا بوتين إلى تحسين كفاءة تفاعل دول المنظمة لمواجهة تحديات، كما حث على بناء علاقات اقتصادية أقوى مع آسيا خاصة الصين للحد من أثر العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي. وعن هذه القمة معنا من شنغهاي الخبير في الشؤون الصينية دكتور جعفر كرار، أهلا وسهلا بك معنا دكتور في نشرة الظهيرة. يعني قمة شنغهاي هي يفترض أنها قمة اقتصادية، ولكن نظرا للمواقف التي سمعناها سواء للرؤساء وتحديدا الرئيس الإيراني حسن روحاني، يبدو أنها تتجه شيئا فشيئا لكي تكون منظمة سياسية أو حتى تجمع سياسي مهتم بالأمن الإقليمي. ما الأسباب بداية؟ اولا يعني منظمه شنغهاي تهتم بالامن الاسيوي في 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 الاول هي تهتم بالامن الاسيوي، ولكن لان المنظمه يعني تضم روسيا والصين، وروسيا والصين عنهم يعني تحديات امنيه خاصه بالوجود الامريكي في المنطقه، وخاصه بتحديات الارهاب في الصين يهتمون بشكل اساسي في مكافحه الارهاب او ما يسمى بالشرور الثلاثه، وهي القوى الانفصالية والقوى الإرهابية والقوى الانفصالية، هم يسمونها الشرور الثلاثة. الحديث حول مستقبل منظمة شنغهاي أن تتحول إلى تحالف عسكري ليس وارد في المنظور القريب، لأنه الصين تؤكد يعني من وقت لآخر إنها هي منظمة اقتصادية أمنية. يعني حتى الآن الترند الرئيسي في هذه المنظمة هو الاقتصاد والأمن، وبالتحديد الأمن الآسيوي. هم يطرحون مفهوم جديد للأمن الآسيوي، وهو الأمن الآسيوي يتم بواسطة الآسيويين، أي يعني إبعاد الولايات المتحدة الأمريكية من أي ترتيبات أمنية في آسيا الوسطى وآسيا الباسيفيك. ولكن أن تتحول هذه المنظمة إلى منظمة عسكرية يبدو هذا صعب،
لأنه في هذه المنظمة توجد الهند التي تربطها، يعني يوجد مراقبين مثل الهند تربطهم علاقات جيدة مع 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 مع, مع الولايات المتحدة، وتوجد باكستان التي تحاول أن تحصل على العضوية، هي أيضا جزء من الاستراتيجية الأمريكية في مكافحة الإرهاب. طيب هنا النقطة، هنا الكلام، يعني سواء باكستان أو حتى الهند، يعني لماذا ستسعى للانضمام إلى هذه القمة أو هذه المنظمة وهي معروف أنها أقرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية مما هي أقرب إلى روسيا، واليوم تسعى للانضمام إلى هذه المنظمة؟ أنا أقول لك إنه دول كثيرة حتنضم، حتى دول مجلس التعاون الخليجي بعض الدول ستحاول تنضم إلى هذه المنظمة. هذه المنظمة ستصبح منظمة واسعة جدا جدا، ويعني تهتم بالمصالح الاقتصادية والتجارية بشكل رئيسي والأمني في المنطقة. هنالك بعض الدول، يعني مثلا إيران موجودة في هذه المنظمة. أنا أفهم إنه كثير من دول الخليج العربي هي أيضا تسعى كي تكون موجودة في هذه المنظمة بسبب وجود إيران، لا يترك هذه المنظمة لإيران. الهند تريد أن تكون موجودة في هذه المنظمة حتى لا تترك المجال لباكستان. يعني العالم ليس بهذه السهولة التي يتصورها بعض. طب عندما يكون هناك دول متناحرة في نفس المنظمة، هذا ماذا يعني دكتور؟ حتى باكستان والهند نعرف الخلافات بينهما. يعني هناك يعني شرطين رئيسيين للانضمام الى منظمة شنغهاي للتعاون. اولا ان لا تكون الدولة يعني تحت اي نوع من الحظر من الـ من الـ من الامم المتحدة. يعني ايران الان تواجه مشكلة جدا للانضمام الى هذه المنظمة لانها هي لا تزال تحت الحظر، يعني هذا الـ يعني الشارتر او ميثاق هذه المنظمة. اثنين ان لا تكون هنالك دولة لها عداء مع دولة أخرى في منظمة التعاون، ولذلك سوف نلاحظ إنه الآن هنالك يعني شد وجذب كبيرين في ضم إيران كعضو كامل وضم باكستان أيضا كعضو كامل. بشكل سريع بشكل سريع دكتور جعفر، لأنه دهمنا الوقت، يعني ما المتوقع أن تؤسس هذه القمة للمستقبل؟ سيما أنه تتحدث عن دول فعليا متناقضة ستطلب الانضمام إلى هذه المنظمة. يعني أنا أعتقد في هذه الدورة لا أعتقد تنضم إيران أو باكستان، ربما في الدورات القادمة، ولكن في هذه الدورة تخص نقطتين رئيسيتين: طريق الحرير الجديد، إحياء طريق الحرير الجديد، والربط البري بروسيا وآسيا الوسطى والصين، والثانية مكافحة الإرهاب، حيث تواجه روسيا والصين مشكلة الإرهاب الموجودة في المنطقة. هاتين النقطتين الرئيسيتين في هذه القمة، وربما أيضا يعيد النظر في بعض قوانين الانضمام. دكتور جعفر كرار، خبير في الشؤون الصينية، كنت معنا من شنغهاي، شكرا جزيلا لك. هذه التطورات تأتي في وقت دخلت العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا حيز التنفيذ. العقوبات تشمل مسؤولين روس بينهم أو روسا بينهم نواب رئيس مجلس الدوما وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، إضافة إلى شركات منها شركات النفط روس نفط وترانس نفط وغاز بروم نفط. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت بدورها عزمها على فرض المزيد من العقوبات على روسيا تحت عنوان تدخلها غير العسكري في أوكرانيا. الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات إضافية على روسيا بسبب تدخلها غير المشروع في أوكرانيا وزعزعة الاستقرار هناك. هذه العقوبات ستشمل قطاعات المال والطاقة والدفاع. مواصلة موسكو تدخلها في الأزمة الأوكرانية سيكلفها المزيد من العقوبات والعزلة. رأى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي على بلاده يهدد بتقويض عملية تسوية الأزمة الأوكرانية. لافروف وفي مقابلة مع قناة روسيا الأولى على هامش مشاركته في قمة شنغهاي في طاجكستان، أكد أن بلاده سترد على هذه العقوبات بروية وبما يحفظ مصالحها. إلى أوروبا باتت وجهة أوكرانيا بعيدا عن الفلك الروسي. البرلمان سيوقع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. الرئيس الأوكراني بيتر باراشينكا بعد ساعات من توقيع الاتفاقية سيلتقي نظيره الأمريكي باراك أوباما بعد أن يلقي كلمة في الكونغرس الأمريكي. الاتفاقية الأوروبية كانت السبب المباشر للإطاحة بفيكتور يانوكوفيتش حليف موسكو واستيلاء المعارضة المدعومة من الغرب على السلطة ودخول أوكرانيا في أزمة لا يبدو أن نهايتها قريبة.
فالهدنة في شرق البلاد تترنح على الرغم من استمرار تبادل الأسرى بين طرفي الصراع. وحلفاء كييف الغربيون يواصلون اتهاماتهم لروسيا بإرسال جنودها إلى دونيتسك ولوغانسك. موسكو نفت مرارا وتكرارا هذا الأمر، إلا أنها أعلنت وصول متطوعين إلى المقاطعتين الشرقيتين، مقاطعتان أكد الرئيس فلاديمير بوتين تسميتهما بنوفو روسيا أو روسيا الجديدة، طبقا لما أعلنه قادة المقاطعتين بعد استفتاء الانفصال عن كييف في أيار مايو الفائت، ما يعني اعتراف روسيا بنتائج الاستفتاء. كييف بدورها وعدت لوغانسك ودونيتسك بوضع خاص ضمن أوكرانيا الموحدة، الأمر الذي رفضته الجمهوريتان الشعبيتان وتمسكتا بالاستقلال، وخصوصا بعد التقدم الميداني لقوات الدفاع الشعبي وسيطرتها على معظم الحدود مع روسيا وصولا إلى بحر آزوف. أما اللافت فكان إعلان مقاطعة فينيسيا قيامة الجمهورية الشعبية والاستقلال عن كييف بحسب ما نقلته صحيفة فاكتي الأوكرانية. وفي مقاطعة خاركوف الحدودية مع روسيا توعد أنصار الفيدرالية بمقاتلة من سموه النازيون الجدد، ما يفتح الصراع الأوكراني على مصراعيه في ظل التوتر بين موسكو والغرب. إلى العراق، حيث يواصل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند زيارته إلى العاصمة بغداد، وقد التقى نظيره العراقي فؤاد معصوم، ووعد خلال مؤتمر صحفي مشترك معه بدعم بلاده الحكومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العبادي، ووصفها بالديمقراطية الجامعة. زيارة أولاند تأتي أيضا في إطار إيضاح استراتيجيته حيال تنظيم داعش، إضافة إلى إجراء محادثات مع المسؤولين بشأن المؤتمر الدولي الذي دعت باريس إلى عقده الاثنين المقبل بشأن العراق. وعن هذه الزيارة نسأل مراسل الميادين عبد الله بدران الذي ينضم إلينا من بغداد. تفضل عبد الله. نعم علا، لا تزال الزيارة مستمرة للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. التقى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، والتقى رئيس الوزراء حيدر العبادي، كذلك التقى برئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري. طبعا كان الجديد في هذه الزيارة أن فرنسا أعلنت دعمها للعراق قبيل انطلاق أعمال المؤتمر المزمع في باريس الاثنين المقبل. رئيس الوزراء العراقي أعلن صراحة بأن هناك مشاركة للطيران الفرنسي خلال الفترة المقبلة لضرب مواقع مسلحي داعش. أيضا كان هناك حديث عن دعم تدريب القوات العراقية ضمن برامج يمكن أن تحدث فيما بعد بين العراق وفرنسا. الملاحظة هنا أن الرئيس العراقي رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كان قد ذكر بأن المشاركين العراقيين في المؤتمر سيكونون هم رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وفد عراقي كبير. هو لن يشارك بالمؤتمر لانشغاله بتقديم أسماء وزراء الداخلية والدفاع للبرلمان العراقي. جرى الحديث عن مكافحة داعش من قبل الأهالي في المناطق التي يسيطر عليها، وكان هذا الحوار بين رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري والرئيس الفرنسي. كان هناك بحسب مصدر من مكتب رئيس البرلمان العراقي إيضاح من قبل رئيس البرلمان بأن أكثر من يقاتل ويرفض وجود مسلحي داعش هم أهل المناطق التي انتشر فيها في محافظات صلاح الدين والأنبار وكذلك في محافظة النينوى. نعم أولا عبد الله، إذا أمكن أيضا بشكل سريع الوقوف اليوم على التطورات الأمنية التي حصلت في العراق، تفضل. نعم، بالنسبة للتطورات الأمنية، ما يسجل من خروقات كان انفجار سيارة مفخخة جنوب شرق العاصمة العراقية بغداد عند دائرة المرور وسينما البيضاء، كانت قد أودت بحياة 8 أشخاص وإصابة 22 وحصيلة مرشحة للارتفاع. أيضا العاصمة العراقية بغداد شهدت انفجار 3 عبوات ناسفة في منطقة زيونة وفي منطقة الباب الشرقي وفي منطقة العلاوي وسط العاصمة العراقية بغداد. ما يحسب من إنجازات أمنية هو دك مواقع مسلحي داعش في منطقة الفاضلية جنوب العاصمة العراقية بغداد بينها وبابل، وكذلك تفكيك العبوات الناسفة في الأسلوب الذي اعتمده داعش في استهداف منازل المدنية الفارغة في المناطق التي كان يسيطر عليه في العظام في محافظة ديالى. عبد الله بدران مراسل الميادين كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك. في مقابلة مع الميادين قالت المستشارة الإعلامية في الرئاسة السورية بوثينة شعبان أن بلادها ستحارب من يعتدي عليها، في إشارة إلى أي ضربات محتملة لداعش على الأراضي السورية من دون تنسيق مع دمشق. أعتقد أن هناك الكثير من الغموض، وأعتقد أن ما سمي بالاستراتيجية
يفتقر إلى الكثير من التفكير والعمل ويتضمن الكثير من الهفوات. أولا، لم ألاحظ تقريبا أي شيء جديد عما صرحه أوباما قبل أشهر عن محاولته ما أسموه المعارضة المعتدلة ومحاولته تسليح أو تمويل هذه المعارضة المعتدلة. شعبان قالت إن الدور الذي تؤديه السعودية منذ 4 سنوات حيال أزمات سوريا والمنطقة لم يكن مساندا للعرب بل في مصلحة إسرائيل، وأضافت أن معسكرات التدريب للإرهابيين كانت في تركيا والآن ستنتقل إلى السعودية. نحن نعتبر أن هذا ليس تطورا، لأن معسكرات التدريب للإرهابيين كانت موجودة في تركيا ثم تحولت، أو يقال لا أعلم يعني، أنها كانت موجودة في الأردن والآن هي يريدون أن تكون في السعودية. وحيثما كانت يعني لهذه المعسكرات التدريب فالنتيجة واحدة، وهي وجود إرهابيين وتمرير إرهابيين وتمويل وتسليح إرهابيين. وهذا بالضبط ما تعاني منه سوريا منذ 4 سنوات وما يواجهه الشعب السوري والجيش السوري. ورغم تحالف كل هذه القوى ورغم كل ما فعلته، فالحمد لله الدولة السورية موجودة والجيش السوري موجود والشعب السوري موجود. وأشارت المستشارة الإعلامية في رئاسة الجمهورية السورية إلى ازدواجية المعايير الغربية وإلى أن الولايات المتحدة لم تتحرك إلا عندما قتل أحد مواطنيها في سوريا. ولكن الازدواجية الغربية منذ 4 سنوات والشعب السوري يقتل والجيش السوري يقتل منه على يد هؤلاء الإرهابيين. وحين قتل جون فولي، ونحن ضد قتل أي إنسان مهما كانت جنسيته وندين قتل أي إنسان، تحرك الغرب. يعني ما هذه الأخلاقية التي لا تتحرك إلا إذا قتل إنسان منها؟ ثم في الاستراتيجية يقول أوباما no boots on the ground، يعني لن يكون هناك جنود أمريكان. يعني هل المهم هو فقط حماية الأمريكان أم المهم كدولة عظمى أن تحاول في حماية العالم يعني وليس فقط الأمريكان؟ القرار بدعم ما يوصف بالمعارضة المعتدلة في سوريا وبفتح مراكز تدريب لها في السعودية أعاد تسليط الضوء على هذه المعارضة. من هي؟ ما حضورها على الأرض؟ علي مرتضى. أهلا بكم. في بداية الأزمة سطع نجم ما عرف بالجيش الحر. اليوم تفتت هذا الجيش لتحل محله تنظيمات متطرفة مثل داعش وجبهة النصرة وحركة أحرار الشام والجبهة الإسلامية وغيرها من الفصائل والتنظيمات التي تختلف فيما بينها ولا تجتمع إلا في الصبغة المتطرفة. على الخريطة السورية تنقسم أماكن السيطرة العسكرية بين كل من جبهة النصرة والجبهة الإسلامية التي تبسط سيطرتها على أرياف درعا وإدلب وحلب وحما. تنظيم داعش وسع نطاق سيطرته في الآونة الأخيرة على مناطق عدة في الرقة ودير الزور ومناطق ريف حلب الشرقي، فيما تسيطر وحدات حماية الشعب الكردي على أرياف الحسكة والقمشلي. الجيش الحر بدوره لم يعد يسيطر على أي مدينة أو منطقة بشكل كامل، وتواجده يقتصر على جيوب صغيرة في الغوطة الشرقية وأيضا في ريف حلب الغربي، إضافة إلى تواجد مسلحي هذا الجيش إلى جانب جبهة النصرة والجبهة الإسلامية في أماكن سيطرتهم ولكن بأعداد قليلة. تصنيفات الاعتدال تختلف من دولة إلى أخرى، فقطر مثلا تدرج جبهة النصرة في خانة الاعتدال، أما السعودية فهي ترى أن الجبهة الإسلامية هي الجهة الأكثر اعتدالا وفق المعلومات. واشنطن من جهتها كانت تعتبر أن ممثل ما يوصف بالمعارضة المعتدلة في سوريا هو الجيش الحر، ومن خلفه ائتلاف الوطني المعارض الذي لا يسيطر عمليا كما أسلفنا على أي منطقة من مناطق سوريا. هذا الواقع السياسي والعسكري يطرح ختاما تساؤلات عديدة حول تصنيف من يوصف بالجهات المعتدلة في المعارضة السورية ومع من سيتعامل التحالف الدولي الجديد. في غضون ذلك، يواصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري جولته في المنطقة، وانتقل اليوم إلى أنقرة لإجراء محادثات تهدف إلى بناء ائتلاف ضد تنظيم الدولة الإسلامية ضمن جولته في الشرق الأوسط. ومن المقرر أن يجتمع كيري بالقادة الأتراك ومن بينهم الرئيس رجب طيب أردوغان لمناقشة الإجراءات الضرورية للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. وكانت تركيا رفضت السماح باستخدام قواعدها الجوية لشن أي هجمات ضد تنظيم داعش.
بالتوازي، أفاد مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة ستبدأ نشر قسم من طائراتها العسكرية في إربيل بكردستان العراق، ذلك تمهيدا لشن ضربات جوية على مواقع لتنظيم داعش. المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي قال إن البنتاغون يريد تقديم دعم جوي أكثر هجومية لقوات الأمن العراقية، وأكد أن 475 مستشارا عسكريا إضافيا سيصلون إلى العراق خلال الأسبوع المقبل. تصدر خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما عناوين الصحف الأمريكية، كما خرجت ردود أفعال من مسؤولين أمريكيين تعليقا على خطابه. أبرز المواقف من الداخل الأمريكي. هبة الله بيطار. لم يكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما ينهي خطاب استراتيجية محاربة داعش حتى توالت ردود الأفعال في الداخل على كلامه. هو خطاب وصفته الواشنطن بوست بأنه سعى من خلاله إلى تحقيق توازن دقيق بين نفور الشعب الأمريكي من إرسال قوات عسكرية للقتال خارج أراضيه واستخدام القوة العسكرية لتحقيق مآرب سياسية. الصحيفة أيدت عزم أوباما على استهداف الأراضي السورية، مناشدة الكونغرس الموافقة على طلب الرئيس تخصيص الأموال التي سيحتاج إليها لتدريب المجموعات المعتدلة في سوريا وتجهيزها. نيويورك تايمز رأت أن أوباما فقد الكثير من الخيارات العسكرية أو السياسية، محذرة الإدارة الأمريكية من إمكانية عدم تحقيق أهدافها العسكرية بتقويض داعش وتدميره في المدى القريب. وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة ستدخل في خضم أحد الصراعات الأكثر دموية وشراسة في العالم. أما صحيفة الفورن بوليسي فعنونت أوباما والحرب التي لا نهاية لها، موجزة في تقريرها جدل التفويض بين أوباما والكونغرس بالقول إن مغزى خطاب الرئيس الأمريكي قوله للكونغرس لست بحاجة إلى أصواتكم بالتفويض ولن أتوسل موافقتكم على ذلك، بيد أنني سأرحب بأي تأييد تقدمونه. على صعيد المسؤولين الأمريكيين، أعرب رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر عن شكوكه في نجاح استراتيجية الرئيس أوباما، فيما ناشد السيناتور المستقل بيرني ساندرز الذي يعارض سياسات التدخل العسكرية، ناشد الرئيس تكثيف استشاراته مع الكونغرس، مشيرا إلى أنه على يقين بأن الرئيس يملك صلاحيات قانونية لشن غارات جوية، غير أنه يفتقد صلاحية إرسال قوات برية إلى ساحة المعركة دون تفويض صريح من الكونغرس. مدير الاستخبارات العسكرية السابق مايكل فلين رأى أن القوة العسكرية وحدها لن تكون مفتاح الولايات المتحدة لتهزم داعش في الشرق الأوسط وتربح حرب الأفكار ضد المتطرفين في العالم. بعض المراقبين الأمريكيين أعادوا التذكير بتقارير نشرت سابقا عن خلفية داعش ومموليها، ومنها تقرير نيويورك تايمز الذي يدعو السعودية إلى وقف تصدير التطرف الذي أنتج فظائع داعش. كذلك ذكر المراقبون بتقرير ينتقد السعودية لعدم جديتها في محاربة تنظيم داعش، ويشير إلى أنه نشأ وترعرع لسنوات عديدة بمساعدة نخبة من الممولين ممن يعتقد أنهم حلفاء للولايات المتحدة في منطقة الخليج. أعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أن عدد مقاتلي تنظيم داعش في سوريا والعراق يراوح بين 20,000 مقاتل و 32,000 تقريبا في تقديرات جديدة. وكالة CIA قالت أن تقدير عدد مسلحي داعش يستند إلى دراسة جديدة لتقارير كل مصادر الاستخبارات بين الشهرين الماضيين. في غضون ذلك، نفى مساعد رئيس هيئة الأركان المسلحة الإيرانية العميد مسعود جزائري استعداد إيران للتعاون أو التنسيق مع أمريكا في محاربة تنظيم داعش. جزائري قال إن إيران ترفض هذا التعاون لأنها تحارب داعش، فيما واشنطن هي التي أنشأت داعش ودعمته. وفي سياق آخر، أكد وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف أنه ليس لبلاده أي علاقة بالطائرة الإسرائيلية من دون طيار والتي أسقطتها إيران فوق أراضيها. وفي لقائه مع معاون وزير الدفاع الإيراني اللواء قاسم تقي زادة، أكد حسنوف أن أذربيجان لم ولن تسمح لأي عمل عدائي ضد إيران بأن يمر عن طريق أراضيها أو سمائها.
الترحيب الإسرائيلي بإنشاء جبهة دولية لمواجهة خطر داعش ترافق مع تطمينات حصلت عليها إسرائيل من المعارضة السورية والمجموعات المسلحة إلى أنها لن تكون وجهة الحرب مع هؤلاء. منال إسماعيل. في الوقت الذي ينشغل فيه العالم ببلورة خطة لمواجهة خطر داعش الداهم، تتلقى إسرائيل التطمينات من المعارضة السورية والمجموعات المسلحة على حد سواء إلى أن حرب هؤلاء ليست موجهة ضدها. ففي اتصال نادر للقناة الثانية مع الناطق باسم المجموعات المسلحة في القنيطرة، طمأن الأخير إلى أن جبهة النصرة غير معنية بقتال إسرائيل، وأن القتال في القنيطرة غير موجه أصلا ضد الجيش الإسرائيلي. أي إشكاليات مع الجهة الغربية مع الطرف الآخر، نريد أن نحرر هذه المناطق من وجود النظام. نعم. نحن حربنا هي باتجاه واحد، هي اتجاه نظام بشار الأسد. وجبهة النصرة على نفس الفكر اللي طرحته هلا؟ تماما، يعني ما في أي دليل على أنه هي ما عم تشتغل إلا بهذا الاتجاه، هي نفس التفكير. طمأنة إسرائيل لم تقتصر على المجموعات المسلحة، بل انسحبت أيضا على قادة في المعارضة السورية، حيث مثلت زيارة كمال اللبواني المسؤول في المعارضة السورية إسرائيل للمشاركة في مؤتمر هرتسليا لمكافحة الإرهاب نقطة تحول في طبيعة العلاقات بين إسرائيل والمعارضة السورية. وفي مقابلة مع القناة الثانية عبر اللبواني عن خيبة أمله من القرار الأمريكي بعدم القتال البري ضد داعش، كاشفا عن تلقيه اتصالات من قادة في الجيش السوري الحر أكدوا له فيها أنهم في صدد مبايعة داعش. اليوم ما صرح أوباما أنه هو سيدعم الثورة، ومعظم قادة الجيش الحر اتصلوا فيه وقالوا نحن اللي حنبايع داعش. داعش نتيجة لا سبب، يقول اللبواني، أما إسرائيل فلا يرى فيها عدوا بالتأكيد، وإلا لما حضر إليها. عدوه الأساسيان هما حزب الله والنظام السوري. لكن اليوم في ظاهرة جديدة، داعش، وبجوز داعش يعتبر أكبر عدو بالنسبة إليك وبالنسبة لإسرائيل بمقارنة للنظام بشار. مش بس داعش الإرهاب، حزب الله إرهابي أكثر والنظام إرهابي أكثر. داعش هي النتيجة وليست السبب. وفي الختام رسالة موجهة من اللبواني إلى إسرائيل. إن شو أنت تتأمل اليوم من إسرائيل؟ كيف بتساعد الشعب السوري؟ ممكن تساعد الشعب السوري. أهم شيء ترفع الغطاء عن نظام الأسد. لكن في خضم ذلك كله، لماذا اختار اللبواني تكبد عناء الحضور إلى إسرائيل؟ تسأل القناة الثانية وتجيب. يبدو أن إسرائيل نجحت في مساعيها التي تبذلها عبر التدخل في سوريا ودعم المجموعات المسلحة فيها بتحويل عدو الأمس إلى صديق اليوم. في المقابل وفي الولايات المتحدة، تصدى بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام وبطارقة آخرون لدعوة أمريكية إلى تحالف المسيحيين مع إسرائيل خلال مؤتمر الدفاع عن مسيحي المشرق في واشنطن. التفاصيل مع حسن عبد الله. لم تمر محاولة السيناتور الأمريكي تيد كروز لتحويل توجهات ومضامين مؤتمر الدفاع عن مسيحي الشرق الذي عقد في واشنطن على خير. بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام بادر ووفودا عربية إلى التصدي لدعوة السيناتور المسيحيين إلى التحالف مع إسرائيل ولقوله إنهم لن يجدوا حليفا أفضل منها. السيناتور الذي استغل المؤتمر ليشن حملة على إيران وسوريا وحزب الله واتهامهم بتهجير المسيحيين من الشرق اضطر إلى مغادرة القاعة بعد إصرار البطريرك لحام على الأمر مهددا ووفودا عربية أخرى بالانسحاب احتجاجا. وكانت كلمة السيناتور كروز قد أثارت بلبلة داخل القاعة، وبدأ عدد من الحضور يطلق صيحات الاستهجان ويهتف توقف توقف
يتوقف، لكن كروز مضى يقول: من يكره إسرائيل فهو يكره أمريكا، ومن يكره اليهود يكره المسيحيين، ما رفع من حدة صيحات الاستهجان في القاعة والدعوات إلى مغادرته المنصة. وعلم أيضا أن السفير اللبناني في واشنطن أنطوان جديد ووفد كتلة المستقبل النيابية اللبنانية ورئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي انسحبوا بدورهم خلال إلقاء كروز كلمته احتجاجا على مواقفه. وعن هذا الموضوع معنا من بيروت أمين سر اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام الأب يوسف مونس، أهلا وسهلا بك معنا. يعني أهم رسائل أراد أن يوصلها البطريرك لحام من خلال انسحابه من هذا المؤتمر، سواء للمسيحيين في الشرق أم للمسيحيين في الغرب وتحديدا للأمريكيين؟ أولا الانسحاب مبرر للبطريرك لحام ولجميع البطاركة ولجميع الوفود الموجودة في المؤتمر. ثانيا كلام تيدي كروز مرفوض كليا، لا تحالف مع الذين اليوم يدمرون غزة ويدمرون القدس ويدمرون الأرض المقدسة ويغتصبون فلسطين. من هنا هذه الصرخة هي صرخة جميع البطاركة والمؤتمر، ما غايته أنهم يتحالفوا مع إسرائيل، وخاصة أن الإرشاد الرسولي لرجاء جديد لبنان دعانا للتفاهم مع العرب والدخول في العالم العربي والعيش المشترك مع المسلمين. صح. لذلك رفضوا كلام الكونغرسمان الأمريكي الذي فاجأ الجميع بهذا الكلام والذي ليس هو أساسي وليس هو غاية المؤتمر مطلقا، وجميع البطاركة والوفود الأخرى تركت القاعة ولم تعد إلى القاعة إلا بعد خروج يعني أبونا عذرا لضيق الوقت، ولكن أفهم منك أنه هذا الموقف ليس موقف شخصي للبطريرك بل موقف كل المسيحيين، موقف الكنيسة مش موقف البطريرك شخصيا، هو موقف إلى أي مدى يتماهى مع موقف الفاتيكان أيضا ويتقاطع؟ هذا هو موقف الفاتيكان، الفاتيكان مع القدس جميع الناس، مع الانفتاح على الإسلام، مع السلام الجميع، مع حق الفلسطينيين، مع ليس حلف الأقليات. لا يمكن أن يقبل الفاتيكان بهذه السياسة. الأب يوسف مونس أمين سر اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. وفي موسكو استقبل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وفدا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ضم نائب الأمين العام للجبهة أبو أحمد فؤاد وعضو المكتب السياسي ماهر الطاهر. بوغدانوف أكد دعم روسيا لكفاح الشعب الفلسطيني لانتزاع كامل حقوقه، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، كذلك شدد على أهمية الوحدة الوطنية بين الفلسطينيين. من جهته أكد وفد الجبهة تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية ومواصلة نضاله بكافة الأشكال لتحقيق حريته واستقلاله. مشاهدينا بالعودة إلى الوفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والذي زار موسكو، ينضم إلينا من جديد الدكتور ماهر الطاهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهو معنا من موسكو لنسأله أكثر عن هذه الزيارة. تفضل دكتور. في الواقع بدعوة من وزارة الخارجية الروسية تم زيارة وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أجرينا محادثات مطولة بالأمس مع السيد ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين للشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية الروسي، وكان معه وفد أيضا من وزارة الخارجية. وجرى بحث معمق حول العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وضرورة أن يكون هناك تحرك دولي حقيقي من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، وبحثنا دور روسيا على هذا الصعيد، وكانت وجهات النظر بين الجانبين متفقة، حيث أكد الجانب الروسي دعم موسكو لكفاح الشعب الفلسطيني ودعمهم لنضال شعبنا، وقالوا بأن موسكو ستبذل كل جهد ممكن من أجل المساهمة بموضوع غزة
ومن أجل تحقيق الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. هل فهم ماذا بماذا ستقوم روسيا؟ يعني ما هو الدور الفعلي؟ ما هي الخطوات التي ستقوم بها؟ هل فهم أكثر هذا الجهد الذي تحدثت عنه روسيا؟ نعم، هم أكدوا على ضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة والدعوة لعقد مؤتمر دولي من أجل مناقشة القضية الفلسطينية لتطبيق قرارات الأمم المتحدة. ونحن سيكون لنا لقاء آخر غدا بوزارة الخارجية الروسية لاستكمال المحادثات ومناقشة أيضا بعض التطورات على الصعيد العربي في البلدان العربية. ولمسنا هناك موقف روسي صلب مساند للقضية الفلسطينية ولكفاح الشعب الفلسطيني. وسنجري أيضا كوفد لقاءات مع السيد زوغانوف الأمين العام للحزب الشيوعي الروسي، وسنجري لقاءات مع معهد الاستشراق في موسكو. الهدف الأساسي من هذه الزيارة بحث العدوان الذي جرى في غزة وكيف سنتابع الأمور في المرحلة القادمة ونتحدى للمخاطر ونتصدى للمخاطر المحيطة بالقضية الفلسطينية. نعم، دكتور ماهر الطاهر، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كنت معنا عبر الهاتف من موسكو، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم مشاهدين. أكد رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو أن تصدير الخضار والفواكه والمحاصيل الغذائية إلى روسيا سيبدأ خلال الأيام المقبلة بعدما قام مجلس رجال الأعمال السوري الروسي باستئجار باخرة لنقل المنتجات إلى موسكو. وتأتي هذه الصادرات الزراعية تعويضا عن وقف استيراد البضائع من دول الاتحاد الأوروبي. وتسعى دمشق إلى تصدير نحو 100,000 طن من الحمضيات تكون مطابقة للمواصفات الروسية. نجحت مصر خلال أسبوع واحد بجمع 5,500,000,000 دولار، وذلك خلال الربع الأول من بيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، مقتربة بسرعة كبيرة من هدفها في جمع 8,500,000,000 دولار. البنك المركزي المصري أعلن أن أكثر من 90% ممن اشتروا السندات كانوا أفرادا وليس شركات. طرحت مصر منذ أسبوع شهادات الاستثمار في أضخم مشروع لتطوير قناة السويس وتحويلها من معبر تجاري إلى مركز صناعي واستثماري ولوجستي ضخم، وحصرت السلطة حق الشراء بالمصريين. أعلنت الولايات المتحدة انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل قطاعات المال والطاقة والدفاع. الاتحاد الأوروبي منع تداول سندات شركات النفط الروسية وحظر تقديم خدمات الحفر لهذه الشركات. الاتحاد أعلن منع المشاركة في تمويل أكبر 3 شركات تصنيع عسكري روسية وحظر إقراض أكبر 5 مصارف حكومية روسية. وأضاف الاتحاد 24 اسما لمواطنين روس وأوكرانيين إلى قائمة الممنوعين من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، وتم تجميد أصولهم المالية وأملاكهم في أوروبا. الاقتصاد التركي سينمو أكثر من المتوقع في النصف الثاني من العام الجاري بحسب وزير الاقتصاد التركي نهاد زبكجي، لكن الوزير لفت إلى أن معدل النمو في كامل العام يقل عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة والبالغ 4%. وزارة الاقتصاد ستتبنى إجراءات لتقليص الواردات يتم الإعلان عنها في الأشهر المقبلة. ويمثل اعتماد تركيا على الاستيراد ولا سيما في مجال الطاقة أحد الأسباب الرئيسة للعجز التجاري. تراجع سعر الذهب إلى أدنى مستوياته في 7.5 أشهر متجها لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من 3 أشهر، حيث أدى صعود الدولار وانحسار التوترات في أوكرانيا إلى الحد من الإقبال على المعدن كملاذ آمن. واقترب مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في 14 شهرا ويتجه بقوة لتحقيق 9 مكاسبه الأسبوعية على التوالي، مدعوما ببيانات اقتصادية قوية وتوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة قريبا.
في الخبر الأخير، أعلن صندوق النقد الدولي عن تأثير كارثي لتفشي وباء إيبولا على معدلات النمو في بلدان غرب أفريقيا، مؤكدا أن الوباء أصاب قطاعات التعدين والخدمات والزراعة بالشلل في ليبيريا وسيراليون. وحذر الصندوق من ظهور فجوات تمويل تبلغ قيمتها 100 مليون دولار في هذه البلدان، معربا عن رغبته في التنسيق مع حكومات غرب أفريقيا لتقديم المساعدة ومنح قروض عاجلة. أهلا بكم. يعتزم الأمير علي بن الحسين الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية لفيفا. نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم نفى أن يكون الأمر متعلقا بالألقاب. الأمير الأردني سيتخلى عن منصبه لمصلحة سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي، وانتقد توزيع المسؤوليات في الاتحاد القاري. رئيس اتحاد غرب آسيا على هامش مؤتمر سوكر إكس في مدينة مانشستر أشار إلى أن عضوية اللجنة التنفيذية ستمنحه الفرصة لإكمال مهمته. تحت عنوان يدا بيد لمكافحة فيروس إيبولا، دخل فيفا على خط التعاون مع الأمم المتحدة للحد من انتشار هذا الوباء. رئيس الاتحاد الدولي سيب بلاتر وضع ملعب أنتوان توبمان في ليبيريا تحت تصرف المؤسسة الأممية بهدف تحويله إلى وحدتين طبيتين لمعالجة المرضى. الملعب تم بناؤه سابقا بهبة من فيفا المتكفل بمصاريف العلاجات. بلاتر وعد بدفع تعويضات لاتحادات سيراليون وليبيريا وغينيا لكون أكثر المتضررين من وباء إيبولا. مع انطلاق التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا المقررة بعد عامين في فرنسا، قصر الإليزي يستضيف كبار شخصيات كرة القدم في القارة. الحفل الرسمي للبطولة بدأ فيه رئيس الاتحاد ميشيل بلاتيني العريس الأول كونه يلعب على أرضه، وقد توقع حضور مئات الآلاف من المشجعين، وأن فرنسا ستركز على الفوز وتنظيم الفعاليات بنجاح. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند رحب بأي نقاش يخدم تنظيم البطولة العائدة إلى الأراضي الفرنسية بعد غياب طويل، وينتظر أولوند منافع اقتصادية واجتماعية كثيرة، وعليه فإن التحدي الأهم هو إظهار البلاد بأحسن صورة ممكنة. رفض الاتحاد الإنجليزي طلب تغيير اسم هال سيتي إلى هال تايجرز، فعرضه مالكه عاصم علام للبيع. رجل الأعمال المصري اتخذ قراره بعد أقل من 22 ساعة على قرار الرفض، على الرغم من نيته الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي. ابن 75 عاما انتقد التسمية الحالية لاشتراكها مع عدة أندية. علام وصف الاسم التجاري تايجرز بالأكثر تسويقا للنادي، استراتيجية المالك المصري لاقت اعتراض الجماهير التي أسست مجموعة مضادة تحمل شعار سيتي حتى الموت. على عكس منير الحدادي، اختار كريم العلم ارتداء قميص المنتخب المغربي عوضا عن حمل ألوان ألمانيا بطلة العالم. قرار مهاجم باير ليفركوزن جاء بعد اجتماعه بمدرب أسود الأطلس بادو الزكي، وأكد اللاعب أنه سيلبي الدعوة كلما تم توجيهها إليه. ومن المنتظر أن يخوض بالعربي أولى مبارياته الدولية الشهر المقبل خلال وديتي كينيا وأفريقيا الوسطى، ويحمل كريم لقب صاحب أسرع هدف في تاريخ الدوري الألماني بعد مرور 9 ثوان في مرمى بوروسيا دورتموند. لا تسلم المناسبات الرياضية الأسيوية من صراع الكوريتين. الجارة الجنوبية تمنع مواطنيها من رفع أعلام الشمال خلال دورة ألعاب أنشتون المقررة غرب العاصمة سيول بدءا من الأسبوع المقبل. وزارة الوحدة أعلنت تطبيق قانون الأمن الوطني المعمول به منذ عام 48، وسيحضر على الكوريين الجنوبيين امتلاك أو رفع أعلام الشمال. ويأتي هذا الإجراء بعد وصول طائرة الوفد الشمالي وبعد سحب اللجنة المنظمة أعلام الدول 45 المشاركة من الشوارع رضوخا لاحتجاجات المحافظين. وإلى الماضي الحاضر.